السلام عليكم إخواني، تحياتي لكم. هذه نتيجة تطعيم الإيجاس بعد سنتين على الزعرور البرية. هذه نوعية جيدة من الإيجاس، قمت بتركيبها في فصل الربيع أي في شهر مارس 2021، وبعد سنتين ولله الحمد أثمرت كما تشاهدون نوعية جيدة من الإيجاس، نوعية سانتا ماريا ذو حجم كبير، الله يبارك. كما تشاهدون نوعية جد جيدة كما تلاحظون، الله يبارك الله يبارك. إيجاس ذو حجم كبير ومذاق رائع، سأحدثكم لاحقا في فيديو عن حامل الطعم. هذا من نوع الزعرور البرية الذي ركبت عليه الإيجاس، فهو من أفضل حوامل الطعم للإيجاس كما تشاهدون، حجم كبير ونوعية جد جيدة، نوعية سانتا ماريا كما تلاحظون. له نوع من الإحمرار عليه. لا تنسوا الدعم والاشتراك للقناة ليصلكم كل جديد. تحياتي لكل المتتبعي القناة، وإلى فيديو آخر، والسلام عليكم.